جانا لكم مشاهدينا ومشاهداتنا في موضوع صراحة أعتقد الكل لازم يركز فيه، لأنه موضوع دائما إحنا بناخذه كذا من باب الطقطقة، لكن إحنا اليوم هنتكلم فيه بطريقة أكثر رسمية وأكثر علمية. يمكن تصبغات البشرة وإثمرار الركب والأكواع ومفاصل اليد مشكلة يعاني منها بعض السيدات والفتيات، ومع الأسف أنهم بيلجأوا وينساقوا خلف أي تجارب شخصية وأي خلطات طبيعية وحتى الكريمات موضوعية من دون أي استشارة طبية أو الرجوع لأي طبيب. أكيد عن يعني نتكلم يرجع للطبيب عشان يسألوا عن حل فعال لمعاناتهم مع هذه المشكلة. خلونا حول هذا الموضوع نتكلم عن الأسباب وطرق العلاج مع ضيفنا في الاستوديو دكتور عبد الإله القحطاني، أستاذ مساعد في طب أمراض الجلدية والتجميل. عبد الإله قريت عبد الله، يعني هو في النهاية عبد الله وعبد الإله هو إلهنا واحد الحمد. أسعد الله مساكم جميعا بإذن الله. موضوع اسمرار الركب والأكواع هو موضوع الجميع ممكن وخاصة البنات مهتمين في هذا الموضوع كثيرا، ويعتبر نوع من العناية، لكن خلونا نتكلم عن اسمرار الركب والأكواع. يعتبر هو نوع من أنواع أنه ظهور مثلا أماكن داكنة مقارنة بعض أجزاء الجسم، يعني خاصة في الأماكن الركب والأكواع المفاصل. إذا قلنا نتكلم مثلا عن أسباب اسمرار الركب والأكواع، في بعض الأحيان تجنب السبب يسهل في طريقة علاج المشكلة. عندي ثلاث أسباب نقدر حنا نتجنبها وبالتالي يكون طرق العلاج سهلة جدا، اللي هو أهم سبب ودائما نعيد وكرر اللي هو الجفاف بطل. ثاني سبب اللي هو الفرك، كثير من الناس بيفرك هذه الأماكن يفكر إنها ممكن مع الفرك إنها راح تفتح المنطقة وبالتالي يزيد عندنا الإحمرار، وعلى استمرار الفرك يستمر المنطقة هذه. السبب الثالث اللي هو الاحتكاك. هذه الثلاث أسباب إذا تجنبناها ممكن يكون عندنا طرق سهلة. كيف الاحتكاك؟ الاحتكاك مثلا في أماكن معينة، يعني مثلا أكون جالسة فأحك كوعي مثلا في الأماكن في نوعية شيء معين فيسبب له الاحتكاك. بالفعل سؤالك جميل. الاحتكاك عندنا إما الاحتكاك مثلا بعض التمارين الرياضية مثلا بعض الناس أثناء مثلا الصلاة على أماكن خشنة مثلا. بعض الأحيان بعض الناس مثلا بدل ما يوقف يتكي على أماكن معينة يتكي على المفاصل باستمرار هذه. طيب هذا الدكتور ما هو بسبب معين؟ لا، مع الاستمرار فترات طويلة يجي ردة فعل للجسم فيبدأ تصير منطقة هذه أكثر خشونة وتكون سميكة وبالتالي تعطي اللون اسمرار. نعم. وفي سبب إحنا ما نقدر نتجنبه طبيعي، هذا السبب اللي هو طبعاً أنا حاسك هني عم ريد. إيش هو السبب؟ دقيقة، إيش السبب؟ اللي هو سبب العامل الوراثي مثلاً. الأشخاص السمر أوريدي أيوة يكون المناطق هذه ممكن أكثر اسمرار. مو معناه إن ما في حل، لا، معناها إن هذا السبب ما نقدر نتجنبه. لكن الأسباب الثالثة لو الثلاثة أسباب الأخرى لو تجنبناها راح تسهل عندنا طريقة العلاج. إذا ثلاثة أسباب مكتسبة وسبب طبيعي السبب أو وراثي تقريباً. وراثي. نعم. طيب هل نقدر معناته نصنف انه انواع البشره مثلا في بشرات هم اللي ممكن يحصل عندهم التصبغات عن بشرات لون مختلفه، يعني اصحاب البشره السمراء هم المعرضين لهذه المشكله لكن اصحاب السمراء البشره البيضاء ما عندهم هذه المشكله، وايش السبب الرئيسي ليش في اختلاف في البشرات عن اسباب هذه المشكله؟ بالفعل سؤالك جميل. لا احنا ما نقول انه السبب الرئيسي انه البشره، لا، في ناس ما شاء الله بشرتهم سمراء وبالتالي ما عندهم اسمرار، يعني اسمرار خلينا نقول ملحوظ. نعم. الاسمرار طبيعي جدا، يعني خلينا نقول الاسمرار بدرجات معينه طبيعي جدا، لكن الاسمرار الغامق جدا في هذه الاماكن لابد من العلاج. طيب ايش انواع الاسمرار الركب؟ يعني كثير من الناس بيقولوا والله ايش انواع الاسمرار الركب؟ واحد اسمرار طفيف، يعني بعض الاحيان نوع من العنايه فقط لا غير، يعني يقول والله انا ودي اني اهتم في الموضوع هذا، فهذا سهل جدا علاجه وراح نتطرق عنه وش العلاج المثالي للاسمرار الخفيف. اما اذا كان الاسمرار مع خشونه في الاماكن هذه فهنا لازم احنا نرجع للاسباب. هل في احتكاك؟ هل في فرق المنطقة هذه؟ عمل بعض الأحيان استخدام الليف الخشنة لهذه الأماكن ويفكر أن الجلد المي جالس يطلع ويجلس يبتل في الموضوع هذا وبالتالي يبدأ يشوف نتائج عكسية للمنطقة هذه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو اسمرار فقط مو خشونة، اسمرار ملحوظ. هذا ممكن من أصعب أنواع العلاج اللي هو الاسمرار فقط بدون خشونة، وراح نتطرق له بإذن الله في طرق العلاج. يعني يمكن طرق العلاج أكيد مهمة جدا، ويهمنا كلنا الآن نحن نعرف، لأنه عرفنا يمكن الأسباب الأساسية الأسباب الوراثية والمكتسبة، لكن دكتور إيش ممكن تكون الطريقة الأسهل والمفضل إنه هو يعني باختلاف الأنواع الآن اللي أنت ذكرتها الثلاثة لازم يستخدمها الكل؟ بطلة، سؤال جميل. أول حاجة إحنا لازم نعرف
إن فيه أشياء أو إجراءات لابد إن إحنا نتجنبها. مثلا تقول لي والله الليزر، كثير من المشاهدين بسأل يا أخي الليزر فراش، أروح عند عيادات مثلا الليزر فراش الاسمرار ركب أو برنامج تقشير مكثف الاسمرار ركب ركوع. نصيحة، جميع أنواع الليزر لا يوجد ليزر فعال اسمرار ركب ركوع، حتى لو عطلكم الجلسة بلاش، حتى اللايت، حتى اللايت الأماكن المنطقة هذه لا يوجد ليزر فعال منطقة. اثنين، تقشير كيميائي، جميع أنواع التقشير مثلا تسمع أسماء الكريستال الطحالب، جميع أنواع التقشير في هذه الأماكن لابد نتجنبها. نجي عند طرق العلاج، طرق العلاج جدا سهلة، إذا كان استمرار خفيف لابد نحن نستخدم كريمات تحتوي على مادة اليوريا من 5 إلى 10%. ما نحاول إذا كان استمرار خفيف، وهذا يعتبر نوع من العناية. طيب أنا أحتاج إنه أحتاج النتيجة إن تكون يعني فترة وجيزة أو بسرعة النتيجة، إحنا لازم نحن نستخدم مثلا الكريمات هذه اللي تحتوي على 5 إلى 10% من اليوريا كعناية. ممكن نحن نسوي باستخدام النايلون عليه، نزيد من امتصاص المادة هذه وبالتالي نشوف نتيجة سريعة. إيش معنى مادة اليوريا؟ بس لاحظت أنه أنت ركزت أنه الكريمات تكون تحتوي على هذه المادة. طيب إحنا لازم نعرف أنه مادة اليوريا تحتوي على تراكيز، إحنا إذا كان استمرار خفيف جدا فقط إحنا لازم عناية ونوع من أنواع الترطيب. فأنا أفضل دائما كريمات اليوري، إذا كان التركيز أقل فإنها دائما تميل إلى الترطيب أكثر ما هي تكون مقشرة. لكن لو استخدمنا كريمات اليوري، وراح نتكلم عنها في الأنواع الأخرى من الاستمرار، يعني من 20-30 فضل. في سؤال، هل كريمات اليوري كمان تصلح تستخدم للمناطق الثانية داكنة؟ مثلا بيعانوا بعض البنات مثلا استمرار منطقة المنطقة هنا، أو حتى مثلا اللي بيعانوا دم حوالين الشفايف، حوالين الشفايف، أو حتى مثلا منطقة الرقبة وحتى تحت الأبط، المناطق هذه بيعانوا منها بيروحوا برضو يعملوا لها ليزر وأشياء ذي؟ لا، لو نتكلم عن اليوريا فينا تراكيز معينة أيضا في الأماكن هذه، ما أنا ما نستخدم تراكيز عالية في الأماكن هذه، ممكن تعطي نتائج عكسية لأماكن. دائما من 5 إلى 10% كريمات اليوريا تعتبر كريمات مرطبة أكثر ما تكون مقشرة. كلما زادت كمية اليوريا في المنتج راح تكون أنها تميل أنها تكون تقشير أكثر ما هي ترطيب. إذا كان نوع الاسمرار خفيف جدا ممكن نستخدم كريمات اليوريا مع استخدام مثلا المنطقة هذه، نحاول قدر الإمكان عشان نزيد من امتصاصها هذا بالنسبة. أما إذا كانت والله منطقة خشنة ممكن نستخدم مقشرات أحماض الفواكه بعض الأحيان بنسب قليلة من 10 إلى 20% تجيب معنا نتائج. استخدامات المنزلية للأحماض، أيوه، زي مسحات هذه، زي المسحات أو كريمات بعض الأحيان من 10 إلى 20% في الأماكن هذه. لو نتجه إلى المنطقة تكون أكثر اسمرارا، وهذا اللي ممكن الأغلب يعاني من الناس اسمرار شديد في هذه المنطقة، نحتاج لكريمات التفتيح. عندنا كريمات تفتيح آمنة في هذه الأماكن مثل الكريم اللي هو الهيدروكوينون 2%، دائما 4% ما أنصح في هذه الأماكن، لكن 2% رائع جدا. بعض الأحيان تراكيز فيتامين سي بتراكيز قليلة في هذه الأماكن ممكن نستخدم، لكن أعيد وأكرر الترطيب مهم جدا، ودائما نحاول نحرص على المرطبات اللي تحتوي على كريمات فيها مادة اليوريا أو مراهم تكون ثقيلة، مراهم ثقيلة في هذه الأماكن حتى تزيد من امتصاص المنطقة. ممتاز. طيب دكتور، يمكن الآن بنسمع كثير عن التقشير الجاف وأنه بيحفز الدورة الدموية ويشيل الخلايا الميتة وكذا، هل هذا ممكن يؤثر كمان ويسبب اسمرار زيادة ولا ما له تأثير زي الحمام المغربي مثلا؟ بالفعل لازم حنا نبسط للمشاهدين الطريقة باستخدام المقشرات القوية أو التقشير. عندما نصير التقشير في هذه الأماكن نحفز الخلايا الصبغية. كيف نحفز الخلايا الصبغية؟ الخلايا اللي هي يصير احمرار بعد المنطقة هذه، الاحمرار هذه بسبب الخلايا اللي نسميها الليمفويد سيل، الخلايا نوع من الخلايا اللي موجودة في الدم، وبالتالي يصير مع تكرار الاحمرار في هذه الأماكن تهيج أكثر المنطقة، أيوة تهيج المنطقة وبعدين يصير اسمرار. وجدا وشفنا احنا حالات كثيرة في العيادة. صحيح. جدا صعب علاجها. يمكن كمان حاجة مهمة نيم يعني لها دخل بهذا الموضوع اللي هي الخلطات دكتور أو أستاذ عبد الإله، لأنه في كثير من الأطباء الخاصين يعني متخصصين بهذا الموضوع بشرة وجلدية وتجميل بيتكلموا عن أنواع معينة من الخلطات بيدخل فيها البيبابنثين أتوقع اسمه، الليمون مع نوع من أنواع الكريمات المعينة لو تسمعي، كثير انتشرت خلطات سواء كانت من أطباء أو مش من أطباء. طيب إحنا لازم نتكلم إن تركتي مادة الليمون، كثير من الناس يفرق مادة الليمون. الليمون أيوة. تعتبر من الأماكن من الأشياء الحمضية اللي لو استخدمنا على الجلد راح تضرنا على الفترات البعيدة، فلذلك دائما أعيد وأكرر إنه نحاول نتجنبها بقدر الإمكان.
نحاول نجنبها لأنها ما راح تجيب فائدة. قالوا إن هي تصلح للمناطق اللي هنا صح. ولازم تفركي يدك كل يوم بالليمون. بالفعل حتى قالوا إنه بتفيد المسامات والوجه، وشفنا حالات كثيرة تهيجت عليهم البشرة. فآخر حاجة تسألها تقول والله أنا استخدمت الليمون. الليمون لا يعتبر علاج فعال لاستمرار الركب والأكواع ولا المناطق الداكنة في الجسم. يعني أنا بس حابة أسمع نصيحة أخيرة منك أستاذ عبد الإله قبل لا ننهي لقاءنا معك. بداية دائما الأماكن هذه بعض الأحيان تكون طبيعة من رب العالمين، استمرار بسيط، العناية مهمة جدا، الترطيب أعيد وأكرر، الأسباب اللي ذكرناها نحاول دائما نتجنبها، تعتبر من الطرق الفعالة لعلاج الاستمرار ركب الأكواع. نعم. أستاذ عبد الإله القحطاني شكرا لك، نورتنا اليوم. طول عمرك. أهلا وسهلا. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم بعد الفاصل، رح نتكلم عن أسرار تبعت العطور في فصل الصيف، وهل الثلاجة أفضل مكان لحفظها؟